فرق شاسع دلوقتي ما بين الشكل البني آدم قبل ما يزرع وشكل البني آدم بعد ما زرع. زراعة الأسنان تكنولوجيا لا تقبل المفاوضة. احنا دايما بنقول كده بنجري ورا التكنولوجيا بشكل مرعب. ده كله فن. دي ناس اشتغلت في الحاله دي عشان تطلع النتائج. الاستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونغرس العالمي لزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقميه. اهلا بكم. الانسان اللي بيفقد سنه في حادثه وفي مشكله او في خناقه او في خبطه، الانسان ده بيكون يعني منزعج جدا جدا. وعلى فكره الكلام ده هيتساوى فيه الرجاله والستات. ممكن ست فجاه وهي مثلا لا قدر الله سايقه ولا بتعمل اي شغل في البيت تخبط في شيء تفقد السنه. هنا ما فيش حد هيستنى على السن المفقوده لفتره طويله وممكن يروح يعملها بسرعه. في ناس تانيه بقى بتفقد السنه من فتره طويله، بتفقدها من فتره طويله وبيطنش، خصوصا لو السنين في الخلفيه في الجزء الخلفي لك مش متشافه، طنش يا عم، او حتى في الجنب ومش باينه. وفي ناس للغريبه يعني ان انا بشوف ناس عندها سنه مفقوده وبيمثلوا وبيطلعين في ادوار ونجوم، يعني نجوم في تمثيل، وزي ساكت على انه عنده سنه مفقوده في حتى لو مش باينه قوي، لانه التمثيل بيبان كل حاجه، الاضاءه وقرب الكاميرا والى اخره. فقد السنه شيء مزعج جدا جدا بالنسبه للانسان المزمن والحاد. المزمن اللي بقاله فترة طويلة ممكن جدا بسبب انه مطنش وسايب سنة تفقد هيحصل تداعي في الفم، وطبعا الوش نفسه بيتأثر عندما تفقد الأسنان. ده شيء مهم جدا وناس كتير مش واخدة بالها منه. النهاردة برضو احنا هنصلح مفاهيم عن زراعة الأسنان وهنفهم الناس ان الزراعة تقدمت تقدم مذهل، فبقت في زراعة اليوم الواحد، ما بقاش زراعة اليوم الواحد، بقت زراعة الربع ساعة الواحدة، مش حتى زراعة الساعة. يعني في خلال ربع ساعة انت ممكن تحصل على سنة. الزراعة لها دهاليز وفن الزراعة مهم جدا، والتكنولوجيا في الزراعة لا ينبغي الابتعاد عنها ولا ينبغي ان احنا نعتمد على اي شيء غيرها. التكنولوجيا هي ايه وايه الدهاليز والاسرار والافكار اللي عن الزراعة، وايه الفرق بين زراعة سنة حادثة دلوقتي ولا بقالها فترة طويلة مفقودة. كل ده هنجاوبه النهاردة مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم المتميز في هذا المجال، في مجال الاسنان، وطبعا صاحب الكاريزما الخاصة الاستاذ الدكتور شادي علي حسين. اهلا بك يا دكتور شادي. اهلا بيك وسهلا. وحشني جدا والله. الله يخليك. الله يكرمك. انا هبدأ الحوار بزراعة الاسنان تكنولوجيا لا تقبل المفاوضة. ده معنى قبل ما ادخل في البادوس والرابط، صحيح؟ صح صح طبعا. طبعا يعني في البرانش ده مفيش طبعا. لا هي اصل هي 1+1 بيساوي 2 دلوقتي. المشاكل اللي كانت موجوده في ليميتيشنز او حاجات بتأيدنا في نتيجه مثلا ان خامه الزراعه كانت بتاخد مثلا 6 شهور عشان تمسك في العظم، الكلام ده اختفى تماما مع الان امبلانس او المدنتيك امبلانس الالماني الجديده. الزرعه بتمسك في 7 اسابيع دلوقتي. الزرعات المايله حلت لنا مشاكل ان احنا نقدر نحط 12 سنه على 4 زرعات، فبرضو حلت مشاكل تاكل العظم وحلت مشاكل هبوط تعجيب الانفيه، حلت مشاكل الناس خلعه بقى لها فتره كبيره قوي وما عندهاش عظم في الاسنان، فنقدر ان احنا نحط العظم بشكل نحط الزرعه بشكل كويس من غير ما نحتاج فترات طويله في علاج الاسنان. التكنولوجيات الثانيه بتاعه العضه وتصميم الابتسامه والكلام ده كله يمكن بنتكلم فيها دايما باستفاضه، اثبتت ان في فرق شاسع دلوقتي ما بين الشكل البني ادم قبل ما يزرع وشكل البني ادم بعد ما زرع. ده شخص وده شخص. احنا ما بنقولش بتصغر في السن كمان دلوقتي، ده احنا بنقول بني ادم تاني. بقى شخص تاني اساسا غير هو، لدرجه ان الناس
بتشوف مش عارفه ده مين من الابتسامه والضحكه، صوته رنه صوته بتتغير، ثقته في نفسه بتتغير، اقباله على الحياه نفسه بيتغير بعد زراعه الاسنان وتركيبات الاسنان الجديده. طبعا الانسان وهو عنده اسنان مش موجوده او مفقوده كلامه نفسه بيبقى بحساب وبحدود، وطبعا في حروف بتتاثر بفقد الاسنان زي السين والري والصاد والضاء، كل الحروف كل الحروف بتاثر بالسنان. تعالوا نبدا في حوار مثير جدا، لان انا قلت لكم جمله مهمه، التكنولوجيا في الزراعه اصبحت لا غنى عنها ولا تقبل القسمه على اثنين. تعالوا نشوف الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ السؤال الاولاني سؤال سياسي اكتر منه علمي، لكن خلينا اساله لك زي ما فكرت فيه. رغم التقدم الكبير في عالم طب الاسنان والثقافه والوعي، الا انه في اشخاص صنفهم زي ما انت عايز تقولهم، هل اشخاص دول ناس، هل هم في الفيلد نفسه بتاعكم، لا يتكلمون ولا يؤمنون ولا يعبرون عن التخصص في عالم طب الاسنان واهميته. الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ لا اسود. اسود يعني صح؟ لان مفيش حد مش صح، لان هو مفيش حد دلوقتي اصبح اللي ما يعترفش اللي ما يشوفش من غربان يبقى اعمى، يعني مفيش حد بيعترفش بان مفيش تخصص، هو في ممكن عدم اعتراف بان هو يشتغل كل حاجه لوحده، ولكن ان يقول ان مفيش تخصص ده اصبح يعني مين هيصدقه؟ طب يعني اللي بيشتغل كل حاجه لوحده ده معترف ان مفيش تخصص، معترف بس بشكل غير واضح. بس يعني برضه ما هو الفكره ان هو يبقى عارف بقى، ما هو يفهم. يعني انا النهارده لما اجي افهم بتاع، والمشكله الاكبر الحقيقه مش في مين اللي بيبوش الكلام ده بشكل خاطئ، المريض. يعني المريض يجي يقول لك ايه، انا عايز الدكتور فلان يعمل لي كل حاجه. الدكتور فلان ده وارد ان هو يعمل لك كل حاجه، ما فهمش حاجه. يعني لو جه مسكك كده فروم اي تو زد، عمل لك كل حاجه بايده، هو ممكن يمايسترو، ممكن يمانج، ممكن يدايركت، ممكن يعمل اجزاء من العلاج اللي في تخصصه. انما لو هو مسكك فروم اي تو زد، عمل لك من اول ما فتحت بقك لحد ما خلصت كل حاجه، يبقى ديفينتلي هو مش عمل لك حاجه، مش معترف بالتخصص بشكل مظبوط. الاشعه المقطعيه اصبح دورها في زراعه الاسنان لا غنى عنه. هحط لا غنى عنه واحط هام، نقي اللي انت عايزه، بس هحط لا غنى عنه، ده انا بفضلها كده. ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ابيض طبعا. ما فكرتش خالص. ابيض طبعا. مش مجال هام. مش وجودها هام، لا ده لا غنى عنه. بص هقول لحضرتك على حاجه. انا جيت احنا فتحنا الحمد لله فرع المعادي. لما فتحنا فرع المعادي كان لسه جهاز الاشعه المقطعيه لسه ما وصلش. كويس؟ انا رحت نص ساعه ومشيت. لما جيت ادوني. ليه؟ ما عرفتش اشتغل. ما عرفتش اشتغل. ليه؟ حضرتك بتبقى كومبليتلي بلايندد، انت مش شايف حاجه. كويس؟ انا مش يعني حلو يا جماعه لغايه ما نجيب الاشياء المختلفه. وده اللي حصل. اول ما وصل قلت لهم يلا نشتغل. رحت قعدت نص ساعه، دخل لي مريض فبيقول لي انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ عمال ابص في بقه. انا عارف ان ممكن ايه البلاوي اللي موجوده تحت الحاجات دي. قلت له طب احنا هنعمل اشعه مقطعيه، طب فين؟ قلت له هنروح بقى مدينه نصر. بعد مدينه نصر يعمل اشعه مقطعيه. لسه ما وصلش. فالحقيقه كان قد ايه يا دكتور ايمن الموضوع؟ الاشعه المقطعيه اول حاجه لازم نعملها قبل حتى ما نفتح. انت بتشوف، انت يعني يو هاف تو سي. تيجي العيان مثلا، احيانا كنا زمان نعمل سوبر مان، يعني نيجي بقى ايه السوبر هيرو اللي هو الفظيع اللي ممكن يعمل كل حاجه في نفس الوقت. فكان مثلا يجي لي مريض عنده مثلا درسين ورا، فاقول له هعمل لك حشو العصب للاثنين في مره واحده، وبعدين ما انت مش شايف، تيجي تفتح تلاقي قنوات حرف اس وعنده 8 قنوات ولا 6 قنوات في الدرس، والدرس ياخد منك وقت كتير جدا والمريض يتعب. فتقول له طب حضرتك هو خد جلسه، بس يعني كان ممكن ياخد جلستين يبقى اريح، يعني جلسه ساعه لده تاخد الدرس كله في مقيته زد، وجلسه ساعه لده، والزون ممكن يبقى قناه واحده والاثنين ياخدوا نص ساعه. طب هتعرف منين؟ لما تبص في الاشعه المقطعيه بتقول له من يوم التشخيص، بص حضرتك ده انا هاخده في مره وده انا هاخده في مره، وانجاز برضه، يعني انت خلصت له حشو العصب بالطربوش بتاع الدرس في جلسه، بس الدرسين بالشكل ده او بالمنظومه دي بتبقى فيها استحاله. فكنا بنلبس لبسات في الحيطه لما كنا مفيش اشعه مقطعيه، كان الموضوع صعب الحقيقه. روح للمتهم والجني والفريق.
جاني متهم ام بريء؟ في المتهم الجاني والبريء، خلينا اسالك الاول سؤال على المريض نفسه. المريض الذي يتاخر في زراعه الاسنان لفتره طويله بعد فقدانه لسن، ده يصنف عليه متهم ولا جاني ولا بريء؟ ومش هحطه في البريء على فكره. لا، هو جاني على نفسه طبعا. جاني على نفسه جامد. الحقيقه المشكله في ايه؟ يحصل له ايه؟ اولا هيحصل فقدان للفك، الفك العلوي، الفكين المنظر ده كويس. الفك العلوي لما بيجي حضرتك بتدخلها السنان بتدي يرجع لورا، بتدي يتاكل لورا. الفك السفلي بيتاكل لتحت كويس. فالمشكله اللي بتحصل ايه؟ المشكله اللي بتحصل لما يبقى دكتور سنان خبرته قليله شويه، يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي لما يجي ده تراجع لورا وده نزل لتحت، فيبتدي يحط الزرعه كده، فيبقى المريض السنه شكلها فليرد كده، عامل زي المروحه اللي فوق. اللي تحت هو ما يعرفش يعمل سنان ولا اسود. سيمسون عامل زي شخصيه سيمسون، عارف؟ بتتفرج على سيمسون؟ وتحس ان هو ايه، فعلا شخصيه كرتونيه. واللي تحت تلاقي السنان طويله جدا جدا جدا، علشان خاطر عامله زي صوابع الدره كويس؟ عشان الفقدان بتاع العظم بتاع الفك السفلي. فبيحصل ورا ايه؟ بيحصل هبوط للجيوب الانفيه تاكل العظم، ما يبقاش فاضل لي غير قشره صغيره زي قشره البيضه من العظم، ما تكفيش ان انت تحط فيها زرعات. العظم اللي ورا بيهبط برده، تقرب جدا من عصب الفك وعصب الشفه، فما تمكنكش انك تحط زرعات ورا. ده بالنسبه للتغيرات الداخليه. طب التغيرات الخارجيه، تلاقي تخدل للعضلات بتاعه الفك وتخش بتاع، يبقى كان المريض عنده بروتروجن او الفك السفلي ممدود لقدام رغم ان هو ما كانش كده وهو صغير. فيجي المريض الحقيقه بيبقى يجيب لك صور. ان الناس هو ليه هو بيجيب الصور دي ليه؟ لان الناس مش مصدقاه ان هو كان كده وبقى كده. طيب الرجوع ده ازاي؟ حل ايه؟ الحل بيتلخص في حاجتين. الحاجه الاولانيه ميدنتيكا امبلانس، او الزرعات اللي اسمها ميدنتيكا كويس. الزرعات اللي اسمها ميدنتيكا دي تقدر تحط لي ورا زرعات مايله، تبعد لي عن الجيوب الانفيه وعن الاعصاب، فحلت لي مشكله ورا. طب بالنسبه لمشكله قدام، اتحل ازاي؟ الفك هنا والمفروض السنه تبقى هنا. يعني المفروض احط السنه هنا والفك هنا. الفك يتراجع. لا، لو انا حطيت عليها طربوش بنفس الطريقه التقليديه، ان انا احط الطربوش فوق الزرعه، فاذا الطربوش ده يا اما هيبقى راجع ورا قوي، يا اما هيبقى عامل كده. كويس؟ عامل زي المروحه. الحل ايه؟ الحل التركيبات اللي بتتربط. ليه؟ هتحط القناه اللي هتربط بيها ورا، بس السنه قدام. فاذا رجعت السنه مش ملهاش علاقه خالص بمكان الزرعه. فحضرتك رجعت شكل الوش، عملت الالاينت والشكل الجمالي المظبوط. كان الحل زمان ان انت تاخد عظم من الفخد، وتاخد جزء عظم من الفخد وتعوض بيه العظام اللي هنا في المنطقه الاماميه، وبعدين تحط الزرعات. هو ده حل وموجود، بس الحل التاني وفر علينا كتير. وفر علينا ان انا ادخل المريض بنج كلي، وفر عليا ان انا اعمل عمليه كبرى اخد منها من عظم الفخد، وفر عليا حاجات كتيره قوي عن طريق انواع الزرعات الجديده اللي هي السكروتين بروسيس، اللي يمكن شفنا صورها في اول الحلقه. هذهب الى المنطقه الثالثه الهامه جدا، مليئه بالافكار، الوهم والشك واليقين. وهم، شك ام يقين؟ سؤال حلو جدا. كلما كانت تجميل الاسنان بياضا اكثر واكثر ملاحظه، والقاسي والدني يراه، والبنات تقول لصاحبتها الله سنانك حلو خالص انت عملتيها امبارح، يبقى ان التجميل انجح. كان ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا يقين. عارف انت كنت متخيل انك هتقول لي لا يقين. اقول لك ليه يقين؟ الحلاوه في ان يبقى شكل السنه حلو والضحكه حلوه ومنوره وجميله، بس مش تباشير. يعني ما بلاش تشيكلتس. التشيكلتس ده يبقى واضح الفرق بين قبل وبعد. طبعا هيبقى في ضحكه جميله قوي، انت عملت حاجه في سنانك، شكلك مش عامل حاجه بس ضحكتك بقت حلوه. وبعدين مثلا انت مثلا حاجه من الحاجات الجميله قوي اللي جت في المريضه دي، يمكن جات لي كانت عندها سنتين الاثنين، طبعا ما بتتعنيش بسنانها،
فالسنتين الاماميين فيهم حشو ابيض، والحشو الابيض طبعا بمشاكله مع عدم عنايه بيه بيبتدي يعمل تسويس تحتيه ويبتدي يبقى فيه يقع ويعمل المشاكل دي. فطبعا مع الالم والكلام ده كله بتوجعها. فجت هي كانت المريضه بتتعالج عندي وخالتها بتتعالج عندي. فصادف ان هي دخلت عملت 2 حشو عصب في السنتين دول، وعملت لها السنتين دول الاماميتين دول بنفس لون الاسنان وبتاع، ما عملش غير السنتين دول بالحشو العصب بس. فخارجه كانت خالتها اللي داخله بعدي فبتقول لها ايه ده انت مالك حلوتي كده ليه، انت عملتي ايه؟ هي مش عارفه واتس جوينج اون، ومش عارفه هي عملت ايه، مفيش حاجه باينه في اسنانها بس هي شايفاها حلوت. وهي البنت اللي طالعه بتضحك يعني، رغم ان كان تاثير البنج كمان لسه الشفه ما راحش تماما، بس برضه طالعه البنت مبتسمه لان انها شافت الشكل في المرايه وضحكت وكانت مبسوطه وقعدت تهزر معانا، رغم انها كانت داخله كتومه وساكته وما بتتكلمش ومش عايزه تقول حاجه خالص. مجرد ما خلصت قعدت تهزر معانا وتقول نكت وخرجت تهزر مع خالتها، فكان الموضوع زي فاني. فالجميل ممكن اعمل حاجه مش باينه بس تبين الحلاوه وتقول لصاحبتها، وممكن برضه اعمل حاجه بيضه بس تبقى شفافه لؤلؤيه جميله مش تباشير. اهم حاجه ان البنت اتبسطت، واسعد حاجه في الدنيا يعني الدكتور طبعا يعني بيسعد بكل مرضى، لكن يا سلام للبنوته تطلع مبسوطه. طبعا انا ببقى فرحان، بتعمل نفسي ببقى فرحان والله. طبعا والله فعلا فعلا انا ببقى فرحان جدا. نورتنا واسعك، ربنا يخليك يا دكتور. كالعاده حوار ممتع ومثير، وحوار الناس الحلوه بيعتمد على الحكايات اكتر منه على الكلام المباشر في الناحيه العلميه. في ناس كتير قوي بتحب الحكايات، وان كان احنا برضو حريفه في ان احنا ندخل العلم في وسط الحكايات عشان يبقى رز بلبن حاجه حلوه. صح كده؟ صح كده. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين كان ضيفي في الناس الحلوه في حوار ممتع وحلو. خليكم دايما معنا سهرين.